فضل السيدي هدوء يا عايز. بالنسبة لي طلب بسيط مش حاجة برشا، وفي نفس الوقت ما يكلفش حتى البلدية ما يكلفهاش حاجة كبيرة برشا. بالنسبة للشرط فما برشا أوسع. الشيء بتاع البلدية، الساشيات بتاع معناها ما فيها باس كي البلدية تتخصص نهير ولا نهيرين في الجمعة وتلمك المسكة هذاك والكل جاي هذا صار مقاومة لعمته بلدية سوق غادي ويمشي معناها شو اسمه المسكن تاع المستنزف سوق غادي تو هذا صار ساعات حتى مش يعمل دور على الحرس معناها حتى على سفينة تلقاها كزاز وحجر وكواش وبلاستيك وكل شيء البلدية كيف باش تخصص نهار في الجمعة ولا حاجة كيما هكاك في القدامة ولا في القدامة باش ينصبوه معناها ويجي الكاميون يتهز مع الكاميون ويمشي على روحه معناها حتى الواحد حتى كي يبدا يحب بداية بسيطة حتى ياخذ حجر ويقعد يبدا روحه بارك الله فيك يعطيك الصحة.